باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. ومع روحك أيضاً. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، قبل 40 يوم احتفلنا بعيد الميلاد بفرح كبير، والآن وفي هذا اليوم الذي قربت فيه مريم ويوسف يسوع في الهيكل، جاء يسوع إلى هيكله لا ليؤدي ما تفرضه الشريعة فحسب، بل ليلاقي شعبه المؤمن. فإن شيخين جليلين هما سمعان وحنا جاءا إلى الهيكل آنذاك ووحيا من الروح القدس، وعرفا الرب وشهد له في سرور وابتهاج. ونحن الذين جمعنا الروح القدس لنخرج إلى بيت الرب لملاقاة المسيح، فنجده ونعرفه عند كسر الخبز إلى أن يأتي في المجد والجلال. لنصلي. اللهم النور الحق ومصدر النور وناشره، أفض ضياء النور الأزلي على جماعة المؤمنين الذين اجتمعوا اليوم في هيكلك المقدس. أنعم عليهم وقد ازدانوا ببهاء هذه الشموع الساطعة بأن يبلغوا نور المجد الخالد الذي لا انقضاء له. آمنين بالمسيح ربنا. آمين. الشموع تذكرنا بأن يسوع هو نور العالم، نور الأمم. لنندم الآن على خطايانا، لأننا بالخطيئة نعيش في الظلمة ونبتعد عن نور المسيح. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية.
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة سبحك وباركك نسجد لك نمجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله الذي في السماوي الإله الآب القادر على كل شيء أيها الرب الوحيد يسوع المسيح أيها الرب الإله يا حمل الله وابن الآب يا حامل خطايا العالم ارحمنا يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب ارحمنا يا من أنت وحدك القدوس أنت وحدك الرب أنت وحدك العلي يا يسوع المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب آمين. لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، خرجنا اليوم لنذكر تقريب ابنك الوحيد المتجسد في الهيكل، فلنمثل نحن أيضاً بين يدي عزتك وجلالك، والنفوس منا نقية صافية بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من نبوءة ملاخي. ها أنا ذا مرسل الملاكي فيهيئ الطريق أمامي، وللوقت يأتي إلى هيكله السيد الذي تلتبسونه وملاك العهد الذي ترتضون به. ها إنه آت قال رب الجنود، فمن يحتمل يوم مجيئه ومن يقوم عند ظهوره؟ فإنه مثل نار الممحص وكأشنان القصارين، فيجلس ممحصاً ومنقياً الفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، فيكونون للرب مقربين تقدمة بالبر، وتكون تقدمة يهوذا وأورشليم ماضية للرب كأيام الدهر وكالسنين القديمة. كلام الرب. المزمور الردة. من ذا ملك المجد؟ الرب والعزيز الجبار. من ذا ملك المجد؟ الرب العزيز الجبار. ارفعي أيتها الأبواب رؤوسك، وارتفعي أيتها المداخل الأبدية، وليدخل ملك المجد. من ذا ملك المجد؟ الرب العزيز الجبار. الرب الجبار في القتال. ارفعي أيتها الأبواب رؤوسك، وارتفعي أيتها المداخل الأبدية، وليدخل ملك المجد. من ذا ملك المجد؟ الرب العزيز الجبار. من ذا ملك المجد؟ رب القوات هو ملك المجد. من ذا ملك المجد؟ الرب العزيز الجبار. القراءة الثانية قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. لما كان الأبناء شركاء في الدم واللحم، شاركهم يسوع أيضاً فيهما مشاركة تامة، ليقضي بموته على ذاك الذي يقدر أن يميت، أعني به إبليس، ويحرر الذين ظلوا طوال حياتهم في العبودية مخافة الموت، فإنه لم يقم لنصرة الملائكة بل قام لنصرة نسل إبراهيم، فحق عليه أن يكون مشابهاً لإخوته في كل شيء، ليكون حبلاً رحيماً مؤتاناً عند الله فيكفر خطايا الشعب، لأن العذاب الذي ابتلي به يمكنه من إغاثة المبتلين. كلام الرب. الشكر لله.
وتجلى للأمم ومجد لشعبك. هللويا الرب معكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. لما حان يوم طهور أبوي يسوع بحسب شريعة موسى، صعدا به إلى أورشليم ليقرباه للرب كما كتب في شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر للرب، وليقربا كما ورد في شريعة الرب زوجي يمام أو فرخي حمام. وكان في أورشليم رجل بار تقي اسمه سمعان ينتظر الفرج لإسرائيل، والروح القدس نازل عليه. وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين مسيح الرب، فأتى الهيكل بدافع من الروح. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة، حمله على ذراعيه وبارك الله فقال: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها نورا يتجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه، وباركهما سمعان. ثم قال لمريم أمه: ها إنه جعل لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل، وآية معرضة للرفض، وأنت سينفذ سيف في نفسك لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة. وكانت هناك نبية هي حنة ابنة فانوئيل من سبط آشر، طاعنة في السن، عاشت مع زوجها 7 سنوات ثم بقيت أرملة، فبلغت 84 من عمرها لا تفارق الهيكل، متعبدة بالصوم والصلاة ليل نهار. فحضرت في تلك الساعة وأخذت تحمد الله وتحدث بأمر الطفل كل من كان ينتظر افتداء أورشليم. ولما أتما جميع ما تفرضه شريعة الرب رجعا إلى الجليل إلى مدينتهما الناصرة. وكان الطفل يترعرع ويشتد ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. كل عام والجميع بخير. جميل جدا انه الكنيسه اليوم تكون ملانه في عيد تقدمه الرب الى الهيكل كما لو كان يوم احد. الكلمه راح تكون قصيره لانه راح نسمع لكلمات احبائنا الصغار، لكن لابد من عظه قصيره كي نعطي معنى هذا العيد. في افعال خاصه بالله في علاقته معنا، وفي أفعال خاصة بالإنسان في علاقته مع الرب. من الأفعال الخاصة